كما لا يخفى الجميع هذه الذكرى 225 لوفاة عالم من أعلام تصوف العالم الإسلامي والغرب الإسلامي مولانا أحمد بن عجيبة رضي الله عنه تعالى وأرضاه. هذا الرجل الذي كان عالما ذو شأن وذو مكانة داخل مدينة تطوان كيف لا، وهو شيخ الجماعة بها، حينما التقى بشيخه سيدي محمد البوزيدي ودخل إلى طريق القوم جدد الطريقة الدرقاوية وأسس الطريقة الدرقاوية الشاذلية العجيبية، ثم استقر به المطاف في قرية الزميج، هذه القرية العتيدة التي استقبلته واحتضنته وعاش مع أهلها ردحا من الزمن إلى أن وافته المانية سنة 1229 هجرية الموافق ل 1809 ميلادية. هذا الموسم يعتبر إشعاعا روحيا للتصوف في شمال المغرب، حيث يحج إليه آلاف المغاربة من مختلف مناطق المغربية والمريدين مريدي الزاوية العجيبية من داخل المغرب وخارج المغرب، فرحا واحتفالا واحتفاء بهذا العلم الشهير. ودأبت الطريقة العجيبية بقيادة شيخها سيدي محمد المهدي العجيب الحسني على إحياء هذا الموسم كل سنة أملا وجريا على العادة التي كانت لأجداده رضي الله عنهم أجمعين. وكما تلاحظون أن جميع الناس فرحين مبسوطين، يقام هذا الموسم بذكر الله وتلاوة القرآن والدعاء لأمير المؤمنين صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله وأيده. اليوم نشارك في موسم الولي الصالح المولى سيدي أحمد بن عجيبة الحسني رضي الله تعالى عنه، وهذا الرجل له من المكانة والتقدير ما لا
تحيط به العبارة: يكفيه فخرا أنه أول مغربي أتم تفسير القرآن الكريم من أوله إلى آخره. فهذا الموسم يحييه شيوخ هذه الطريقة العجيبة منذ القدم، وما زال هؤلاء الخلف مستمرون عليه مع الشيخ مولاي محمد المهدي العجيب الحسني رضي الله تعالى عنه، وحرص به هذه الطريقة. هذا ان شاء الله ومتميز عن العام الاخر، والعمد نحتفل بهذه الليله المباركه عند جدنا سيدي احمد بن عجيبه ومع شيخنا سيدي محمد المهدي العجيبي الحسني الدرقاوي قدس الله سره. وكالعاده نحيي هذه الليله بختمات من القران وهذه الخيرات والعماره والذكر والمذكره ودعاء لصاحب الجلاله سيدي ومولاي محمد السادس نصره الله وقدس الله سره. كيجيو الاخوان المحبين والزوار وكل من ينتسب الينا ويحتسب الينا، وحنا ولله الحمد نجتمع على لا اله الا الله محمد رسول الله. فلا نسألن الذين ارسل اليهم ولا نسألن المرسلين فلا نقصن عليهم وما كنا غائبين. بهذه المناسبة الطيبة عملنا الزيارة الكريمة منطقة أنجرة، المنطقة التي تسمى بالجمج. هذه البلاد ديال الشرفة، الشرفة ديال بن عجيبة، جات هذه المناسبة الطيبة. جينا إن شاء الله ضيوف على الشرفة وكرمونا وضيفونا ورحبوا بنا. هاد الإخوان هادو جون عندهم جميع المواطنين من نواحي طنجة، وبالخصوص الجالية، وبالخصوص الناس اللي هما كيعرفوا هذه المنطقة الشريفة منذ زمان، منذ تقريبا من أواخر ديال نقولوا السبعينات، بديت كنعرف من هذه المناطق هذه، أنا من الطفولة ديالي وأنا كنجي هنايا.